السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصفة من وصفاتي من قناة عالم حنان. لأول مرة تشوف في القناة إن شاء الله تشترك في القناة وتضغط على الجرس ليصلها كل جديد. اليوم راح نديرو طبق خفيف ظريف اللي هو غراتان دو بات، أي نوع من لي بات اللي عندك، يعني الغراتان تاع المقارون، أي نوع من المقارون اللي عندك سوف لي سباغيتي، يعني هذا نوع آخر. لهذه الوصفة واش لازم منا؟ لازم منا المقارون. انا اخترت هادو المقارون اللي طوال كيما هكا، تقدر ديري لي كوكيات، تقدر ديري لي هادوك لي عصور، تقدر ديري اي نوع من المقارون كيما قلت لك، اي نوع من لي بات اللي عندك. دونك بيان سور كيما تعرفوا كاع المقارون لازم او لي بات لازم نغليوهم في الماء، ماشي لازم ماشي ضروري تزيدي لهم الزيت لانهم وحدهم راح يطرى، فقط المرميطه اللي تكوني اللي تكوني تغلي فيها ما تكونش تلصق هذا مكان، فتزيدي فيها الملح، زيدي فيهم الملح. هنايا درت لهم مع هنا اللي قلي في البولي، لان نخلطهم بالبولي وراح تكون بصلصه بيضاء. ومن بعد هنايا اللي كملت المقارون تاعي راهو طاب، ومن احسن يكون نص طياب لانه راح نعاودو نزيدو ندخلهم في الفوق وراح يعاودو يزيدو يكملوا الطياب تاعهم. درك حنايا واش اللي قلنا، واش اللي قلنا لهاد الوصفه؟ انا راح نخلطو لو بولي، هذاك لو بولي انا درت فيه غير ان بو سال ان بو بوافخ وخلاص، يعني الملح وشويه حرور، يعني اللي هو الفلفل الكحل، وهذا ما كان. راح نزيد هنايا لا كريم ليكيد ليجير اللي تكون يعني خفيفه بزاف، لانه راح كي نعاودو ندخلوها في الفوق راح يتعقد. هنا ديري على حسب الكميه، هنا نظن انا درت زوج ولا ثلاثه على حسب كميه لي بات اللي عندك. ومن بعد يعني التوابل تبليها كيما بغيتي، الملح، الفلفل الكحل، ديري فيها لانوا د ميسكاد، يعني ضروري تعطي نكهه، تعطي نكهه شابه بزاف، ولكن ما تكتروش منها، ابارامون راهم يقولوا بلي مضره للصحه، والله اعلم، يعني انا مازال ما درتش ابحاث في هاد القضيه، ولكن انا نستعملها بزاف، يعني حقيقه ندير غير شويه ماشي حاجه، يعني اي حاجه تتفصل اي حاجه تكتري منها راح تكون مضره للصحه. هنا راح نزيد شويه نتاع زبده، شويه تاع دهان على حسب الرغبه، كاين اللي ما يبغيش الزبده يدير الويل دوليف يدير الويل دوليف، معليش. هنا تجيبي لو بلا تاعك على حسابه، راح تفرشي اون كوش، ومن بعد راح تزيدي، ومن بعد راح نزيدو اون كوش واحد اخرى، راح نديرو اون كوش تاع لي بات ونزيدو لها اون كوش تاع الكرويا غابي اللي عندها الموتزاريلا، دير الموتزاريلا تجي حاجه مليحه، تجي يعني كولون تلصق مليح، وتزيد وتزيد على الطبقه من هذاك المقارون، وتزيد فوقها شويه نتاع الكرويا غابي وشويه نتاع زبده، وتدخلها في الفوق على درجه حراره 180 درجه، يعني قليله ماشي عاليه بزاف، ماشي فور بزاف، يعني باش ما ينحرقلكش البلاط تاعك ويتميجو تاع مليح. فوالا، ومن بعد من الفوق كي تشوفو بيان تحمر، يعني ياخذ لك اونتر 15 اي 20 مينوت، كي تشوفيه يتحمر من الفوق وكل شيء تجانس القوام تاعك، تجانس تاع البلاط تاعك، خرجيه. ومن بعد راح تقدميه مع امتيت سالاد ولا اي حاجه خضره اللي بغيتيها، يعني من الافضل اون سالاد ولا اي خضره مفوره، سلطه خضار يعني تاني يجي معها مليح. وما عليا نقول لكم شهيه طيبه، وما تنساوش ايضا الاشتراك في القناه. السلام عليكم، وان شاء الله الى وصفات اخرى. السلام عليكم.